احنا نحكي عن مبدا الدايناميك. ها حكينا الستاتيك في مشاكل لما تتعقد النتورك يصير بين اي راوتر ونتورك ايه، فرضا راوتر 1 والنتورك ايه في كذا باث مالتي باث في خيارات كثير للباثز، بالتالي في صعوبه لما يصير الستاتيك في صعوبه يتعامل مع التغييرات اللي بتصير على الشبكه. راوتر 1 بيروح لايه من خلال سيرا 0 0، صار سيرا 0 0 داون، بالتالي نتورك ايه مش ريتشبل من ار 1، مع انه في باث ثاني بس الراوتر 1 ما بيغير على باث ثاني لانه الان بنحكي له روح لها من سيرا 0 0 و 0 0 هيو داون ما بيغير، يعني ما بوصل ما بوصل قبل الستاتيك. انت بتثبت الباث او بتثبت الراو في اتجاه ايه لار 1 ولار 2، كل الشبكات عملت بنفس الطريقه ثابتين الستاتيك، اي تغييرات بتتم على الباثز ما فيهم تعديل ما بتغيروا، ما بينظر الراوتر اللي فيه نشوف باث ثانية او لا لانه ستاتيك. انت اضفت الراوتر تيبل ما لي ورث طريقه ستاتيك. زاد من مشاكل الستاتيك الحساسيه للاخطاء، ممكن تخطئ بطباعه رقم بدل ما تكتب 192 162 2 كتبت 192 162 3، فهي بتضاف مع انه دوت 2 هي لازم اضفت دوت 3 فبتضل دوت 2 نوت ريشبل. اللي اوكي الستاتيك كويس للشبكات البسيطه اللي فيهاش مالتي باثز ما فيها تعقيد وعدد الراوترز محدود عدد الشبكات محدود، اما يصير عند تعقد النتورك يصير عدد الراوترز كبير جدا لازم تروح لدايناميك راوتنج بروتوكولز، لان اصلا صعب السيطره على تمانج النتورك الكبير بطريقه الستاتيك لازم نروح للدايناميك. برجع بحكي احنا ما لغينا الستاتيك حكينا لا بالمبنى هيك من ورا حسب حجم النتورك عندك والكيس اللي عندك بشغل يا ستاتيك يا دايناميك انت اللي بتقرر بساطه النتورك ولا النتورك المعقد يعني او مركب بشكل مش هالبسيط يعني في خصوصا لما يكون عندك مالتي باثز بين الشبكات. التالي لما تشوف فكرته فرضا لو كان عندي ار 1 سوري راوتر اي وبي وسي اوريدي هاي الراوترز عليهم كونكتد نتورك باي ديفولت بكون الكونكتد نتورك موجودين بالراوتنج تيبل شكل هيك بدنا نحكي. يعني ار 1 سوري او ار راوتر اي موجود عنده 10.1.0.0 10.2.0.0 هي باي ديفولت اضافوا الراوتر اي للراوتنج تيبل لانه كونكت ما دام طبعا باكد ما دام الانترفيس اب ما دام الانترفيس اب اذا الانترفيس الاي 0 صار داون 10.1.0.0 راح نشال من التيبل تمام. فكره الدايناميك راوتنج قائم على ايش؟ قائم على تبادل المعلومات. ايش تبادل المعلومات؟ طبعا بنحكي عن معلومات الراوتنج يعني اسماء او نحكي عن عناوين الشبكه النتورك ادريسز الموجودين بالراوتنج تيبل. يعني لو ايه تخيلوا ايه يبعث محتويات الراوتنج تيبل اللي عنده لراوتر بي وراوتر سي، راوتر بي وسي عندهم بعض الشبكات بس الشبكات اخرى مفقوده زي 10.1.0.0 وال 10.2.0.0 حسب الراوتر. فلكل لو كل راوتر بعث الراوتنج تيبل للاذر راوترز مع الزمن راح يتعبى الراوتنج تيبل بين الراوترات. تخيلوا ايه بعد الراوتنج تيبل تبعته لبي بي عنده 10.2.0.0 10.3.0.0 اللي بيستقبل الراوتنج تيبل تبع ايه راح يضيف 10.1.0.0 لانه بالنسبه له هاي النون كان نتيجه عمليه التبادل عرف الشبكه اسمها 10.1.0.0. شايفين كيف اضيفت النتورك مش بطريقه الستاتيك طريقه التبادل بسبب تبادل الراوتنج انفورميشن بين الراوترز. هاي فلسفه الدايناميك راوتنج بروتوكول بس الدايركت كونكشن هون بصير ممكن او ممكن لا. يعني الراوترات اللي بجنب بعض الموصلين مع بعض بس يعني ايه علاقته مع بي فقط ولا ايه له علاقه مع سي كمان؟ التبادل بيتم يعني ممكن يتبادل مع سي بس من خلال بي، يعني يمكن انه اي يبعث لسي بس اكيد من خلال بي، ولا هو بيبعث لبي وبي يدبر حاله مع الراوترات الاخرى. هون فلسفه الاوبريشن هاي يعني الكونسبت اوف اوبريشن التبادل مبدا العمل التبادل هون بيفصلنا بين نوعين من الراوتنج بروتوكول دايناميك من حيث فلسفه العمل يا بصير انه شغاله مبدا ديستنس فيكتور او شغاله مبدا لينك ستيت. الديستنس فيكتور مثلا بحكي انا ما لنا علاقه بالاذر راوترز كل راوتر له علاقه مع جيرانه مع النيبر
مع الدايركت كونكتد عليه. يعني ايه علاقته فقط مع بي، بي علاقته مع اي وسي، سي علاقته فقط مع بي لانه كونكتد. عيد ديستانس فيكتور علاقه الراوترز كنيبرز، ما همش على مش من الانتير راوتر، يعني ما في علاقه بين اي وسي. اذا كان اذا كان نوع البروتوكول اللي شغال هون مبدا متبني مبدا ديستانس فيكتور، هل مبدا بسميه ديستانس فيكتور؟ مبدا اخر اسمه لينك ستيت، لا كل الراوترز لهم علاقه مع بعض. يعني ايه له علاقه في بي وسي عادي، بيبعث في علاقه تبادل موجوده بين كل الراوترز. ايه اخذ الراوتنج تيبل اللي شو استفاد؟ هو الاهداف تبعتها مختلفه. حاليا اشوفه بي اخذ الراوتنج تيبل من اي، راح يضيف واخذ الراوتنج تيبل من سي، راح يضيف اي عنده سوري بي راح يضيف شبكه 10.100 ومخرجها اس 0. طب ليش اس 0؟ ليش ما حط اس 1؟ لان مصدر التبادل القائم اللي وصلته من اي دخلت عنده عليها كراوتر، بيدخلت القائمة اللي وصلت من ايه؟ من خلال سيريال زيرو، سيريال زيرو اللي عندك هاي سيريال وصل الابديت من ايه؟ من خلال هاي السيريال. فشو جاب من هالمعرفة هاي؟ جاب من هالتبادل جاب شبكة 10.100، اذا اكيد مخرجها الراوتر اللي دلني عليها. ونفس المبدأ بالنسبة ل 10.400 حتكون الاس 1. ليش الاس 1؟ لانه مصدر المعلومه بالنسبه لي جاري اللي شارك على الاس 1، يعني من محل ما دخلت المعلومه. هم التبادل حسب من وين دخلت التبادل. هلا بليك ستار ممكن الاي تبعت للسي بس بواسطه بي. اها طيب هيك صار عنده الراوتنج تيبل، هاي بي اكتمل الراوتنج تيبل عنده صح؟ طيب حاليا بي اكتمل عنده التيبل اسماء الشركات كلها بهاي التوبولوجي، راح يبعث برضه كمان شوي هو التيبل هذا جيرانه اللي هم A و B، راح يكتمل التيبل عند كل الراوترز عند A و B و C نتيجة التبادل. اوكي فمبدأ العمل اذا كان ديستانس فيكتور او لينك ستيت، ديستانس فيكتور الراوترز علاقتها فقط بين الجيران بسميها نيبر ريليشن شيب، يعني وبينما اللينك ستيت البروتوكول كان من نوع لينك ستيت يكون العلاقة بين مع كل الانتاير راوترز. عملية التبادل ما بتتم مرة واحدة وانتهى الموضوع، لازم يكون مستمر لأنه حيث نعرف التغييرات اللي بتصير. أوكي هاي الراوترز بدل الشبكات، لو شبكة 10.400 صارت داون هون عندي الرسمة يعني 10.400 داون كونها كونكتد عن سي فهو راح يشيلها من التيبل. ها هاي شبكة 10.400 غير موجودة كونكتد عن سي، لو صارت داون سي راح ياخذها داون وبالتالي بشيلها من التيبل لانها هو اضافها لانها كونكتد بشيلها حاليا ما كونكتد معي. طب اي وبي بالنسبة لهم افضل ما تغير ليش؟ ايش مخصوص الانتاير كل الشبكات الراوترات الداخلية يعني مش رايح فيهم معلومه انه داون؟ اها فلازم يكون عنده واصل باستمرار الراوترات مع بعض. صحيح اول مره تبادل وانتهى الموضوع بس ما بكفي، ما بكفي انه انتهى الموضوع، ما انتهى الموضوع. لازم يضل على علاقه مستمره لانه عشان يكون حافظوا على معرفه التغييرات اللي صارت. شبكه 4 تغير وضعها. فالتغيير عرفه سي بس الاذر راوترز ما عرف. لازم يكون في تواصل بين الراوترات. آلية التواصل يا بيكون بيريدك ابديت، الابديت بيكون بيريدك، الابديت يعني هاي التبادل ها تبادل الابديت ها اسماء الشبكات اللي بعثها الراوتر اي لسي او لبي بسميها ابديت، بعثها اول مره بس ما بكفي لازم يضل في تواصل معين. اذا كان الابديت بيريدك كل شوي بيبعث نفس المعرفه بيبعث التيبل اللازم كل شوي بيبعث التيبل اللازم، راح يصير انه الراوترز الاذر راوترز يعرفوا شو صار التغييرات. تخيلوا حاليا لو سي بعث تيبل لبي ما يكون فيه 10.400 بفهم انه داون
B بيعرف إنه هاي النتورك بيعرف رح نشيلها من عنده. وإذا B بعد الراوتينج تيبل لA A رح يفهم إن هاي شبكة 10.400 داون رح نشيلها من التيبل. يعني إذا الأبديت يكون هذا لازم التواصل يكون مستمر. التواصل هي يكون بيدك كل فترة معينة يرسل الراوتينج تيبل للنيبرز والنيبرز بيقرر هو يعني يشوف شو محتوى التيبل اللي وصله بهاي اللحظة وشو كان عنده الأول. وقال شو في إضافات وفي شيء وأشياء الحفظ ممكن تبي رافض شبكة 10.500 ونصير لما يبعثها من جديد يعرف فيه إنه في عدد نتورك جديد دخل يعني حادث أو إضافة أو حتى تغيير أي تغييرات تصير على الشبكة. هاي اللينك الديستانس فيكتور بيريودك أبديت ها اللينك ستيت ما في عنده بيريودك أبديت. أنا بعثت لك أول مرة قائمة الشبكات اللي عندي، أوكي. أي شيء بيصير بعدين بعطي التغيير نفسه. يعني ها؟ التغيير نفسه ما في داعي أعد كل الشبكات اللي عندي. صحيح؟ الديستانس فيكتور، الديستانس فيكتور كان يبعث كل الشبكات اللي بالراوتينج تيبل بيريديتي. وبناء عليه يرجع أنت بتقرر بناء على التيبل اللي وصلك شو اللي تغير؟ أنت بتعمل حسب اللي بتقرر شو اللي تغير. يعني الابديت بيكون بيدك وكل الراوتينج تيبل ها كل 30 ثانيه مثلا او 90 ثانيه حسب يعني حسب نوع البروتوكول هو باي ديفولت ممكن تغيره قابل انه يتغير يصير كل ساعه كل نص ساعه كل 10 ثواني اللي بدك اياه حسب ممكن كل ساعه يتغيره لو شبكه ايه لو خيله كل ساعه وانا بعد الابديت صار عندي ها دروبس كل انا سي صار عندي 10.400 داون متى الابديت بيطلع بعد 50 دقيقه اوكي طب تخيل هذا الراوترز بالنسبه لهم ايه يفرز الداتا لل 10.400 انها شغاله توصل الداتا لكل الراوترز اللي عند سي ويرجع من الدروب شغالين الخطوط على الفاضي لانه في ترافيك للنتورك داون في شغله ثانيه طبعا يمكن ما صار طلب غير مثلا او ما بصير تعليق او اختلاف غير مثلا كل شهرين مره بصير مشكله بالشركه ليش بنصلي كل ساعه تغيير يمكن ما يصير تغيير اوكي هاي هاي مثال كمان ونقطه اخرى يعني غير انه المعلومه صار داون او اب التغييرات اللي بتصير توصل متاخر لهذا الراوترز بدي كمان نقطه في التاخير يعني وصلت لبي معلومه بعد ساعه ولا 50 دقيقه انه 10.400 داون رح ارجع لكل الحين ايه بالنسبه للمظهر لما يجي دور بي يبعد الابديت الاربع وتنفذ كمان بنص ساعه ها تيصل ل اي لو في كمان اتش و اي تخيلوا يعني المعلومه تنتقل من راوتر لراوتر راح في الكونفرجنس سيء بالديستنس فيكتور الاستقراريه سيئه بالديستنس فيكتور هي واحد اثنين انه اصلا شوفوا يعني حتى لو في ابديت كل 30 ثانيه ها ابديت كل 30 ثانيه ابديت فما صار في تغيير فاحنا شغلين الخطوط بين الراوترات لنبعث معلومات ما لها داعي يعني بس لازم يعني لانه ما وصل ابديت الراوتر الطرف الثاني بيستنى شوي بيعتبر انه ما وصلش ابديت اذا في شيء خطا بتشيل الشبكات كيف هذا لازم الابديت يظل موجود ولو ما كان في تغيير فهي بساوي الديستنس فيكتور اللينك ستيت علاقه مع كل الراوترز حكينا زائد الابديت بيكون بسميها ايفنت تريجر مش بيرلي عند الحدث اذا صار حدث معين نتورك اب نتورك داون الراوتر اللي شاف الحدث بيبعث ابديت بيكون فقط بارشل ابديت مش كل الراوتينج تيبل يعني التغيير اللي تم المعلومه اللي تم ما في داعي يعمل يبعث كل الراوتينج تيبل أو دبلو فلسفة أخرى اللي هي لينك ستيت وهي خصائصها بداية أنا بعطي كل الشبكات اللي عندي كل الراوتر وأي شيء بيصير ببعث فقط بلحظة التغيير لكل الراوتر شو صار تغييرات شبكة 10.400 داون ببعث فيها فقط أبديت لكل الراوتر بلحظة حدوث الحدث شبكة 10.500 صارت أب ودخلت ببعث فيها أبديت لكل الراوتر بلحظة الحدث فالكونفيرجنس أحسن لللينك ستيت وما بشغل خطوط كثير بين الراوترات يعني اوكي اولها بجوز يكون في حجم ترافيك عالي بس لما تستقر الامور بصير فقط الابديت الصغير اللي بيطلع فكانوا الديستنس فيكتور لما اوجدوا
في بروتوكولات شغاله السنتريتي وفي بروتوكولات شغاله مبدا اللينك ستيت. البارتل ايش؟ بارشل ابديت. بارشل بارشل ديستنس فيكتور زي الرد والاي جي ار بي هذول بروتوكولز ديستنس فيكتور. اللينك ستيت زي الاو اس بي اف مثل الاو اس بي اف بروتوكول اسمه ISIS. فلما شوف سيسكو شافوا الديستنس بدا الديستنس فيكتور سيء عدلوا بالار جي ار بي خلوه اي انهانسمنت يعني عملوا انهانسمنت اي اي جي ار بي يعني عدلوا بالبروتوكول الاصلي وخلوه يشبه ما الديستنس فيكتور خلوا مبدا عمل يشبه مبدا عمل اللينك ستيت فتسموه اي اي جي ار بي. احنا رح ندرس هون بالكورس الاي الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي الرب كان سهل بس مشاكله كثير زي ما حكينا. رح نيجي لك عن مشاكله. كان مبدا ديستنس فيكتور الاي اي جي ار بي اذا كان كل راوتر سيسكو استخدم اي اي جي ار بي او خليك اذا كان كل لاير 3 ديفايسز سيسكو استخدم اي اي جي ار بي الواس بيبقى بالستاندرد بس اعقد من مين من الاي اي جي ار بي.